النقاط الأساسية اللي طرحناها بحلقتنا لليوم العلاقة الوطيدة والمميزة بين السعودية ولبنان. قبل ما تغادرونا الاستوديو لازم نشوف هالتقرير نحن وإياكم عن هذه العلاقة تحديدا ونتابع. فقدت السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كان الملك السعودي رجل المواقف الشجاعة والحكيمة ورائد الإنماء والتطور وداعي الوفاق والعدل، فكان أثر علاقته المتينة بلبنان ظاهرا بالمحبة والصداقة منذ قيام المملكة واستقلال لبنان. خسارة الملك عبد الله يشعر بها لبنان لأنه كان يقف إلى جانبه بكل المواقف والمراحل الصعبة التي مر بها، فعينه كانت ساهرة على الأمة العربية والإسلامية. جرت العلاقات السعودية اللبنانية الرسمية منذ عهد الملك المؤسس، وكان للبنان مكانة أثيرة ورعاية خاصة ودعم متواصل في السراء والضراء. تميزت العلاقة بين البلدين بودية وتوافق، فالسعودية شكلت دعما ماديا ومعنويا للبنان، كما أنها لطالما شجعته على الحفاظ على استقلاله. بتردد زياراته للبنان كان الملك يقول: الشعب اللبناني جزء هام من الأمة العربية، لذلك جئنا نحمل لشعبنا الشقيق الصامد علامة فارقة، جئنا لنسمع منهم ونأخذ عنهم ونقدم ما نستطيع ضمن حوار حب وصمود لا يزحزحه عدوان غاشم. آن الأوان لتفعيل عملية السلام وإخراجها من النفق المظلم بعيدا عن لغة السلاح. أما على عهد رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان، فقد قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 3 مليارات دولار لدعم الجيش اللبناني. هذا الدعم ليس وليد اليوم، بل هو امتداد تاريخي من السعودية للبنان. لقد فقدنا أبا وعينا ساهرة، خسارة كبيرة للبنان والعالم، والآمال اليوم أن يكمل المسيرة الملك سلمان بن عبد العزيز.